مدير مدرسة ولاد مازا، والإنب سيفتي مش في إطار مشاركة جمعية المغربية للتربية للجميع، كذلك قمنا بمد يد المساعدة لجمعية الصداقة للدراجة الهوائية والسياحة الجبلية. كذلك كانت عملية لوجستيكية تتعلق بوضع الأروقة وتجهيز المكان. ليس بالسهل. عمل ليس بالسهل من طبيعة الحال، من أجل مد يد العون للقافلة، وهي قافلة من طبيعة الحال عزيزة علينا بحكم أنها أن توجه ديالها توجه إنساني، توجه وطني، يخدم المصلحة الوطنية والقضية الوطنية. إذا كنت من هذه البادرة، وهي فرصة لانفتاح جمعية الصداقة على المجتمع المدني وعلى جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، وكذلك انفتاحها على المحيط الاقتصادي لمدينة المحمدية. وحقيقة هي مدينة منفتحة على الآخر، منفتحة على الصداقة، صداقة الجميع. وشكرا. هذه بادرة طيبة منكم، وهذه إن شاء الله تكون هي نقطة انطلاق إن شاء الله. الأعمال اللي بحال بهذا الحجم هذا. واخا إن شاء الله بحال في نفس الوقت كتجمع الرياضة بالقضية الوطنية، وحنا دائما خدامين من أجل القضية الوطنية ديالنا الأولى، الصحراء المغربية. عاش الملك. عاش الملك. الله الوطن الملك. الله شكرا. عاش الوطن.